يحمل أردوان فكرة مشروع لإنشاء مصنع للقارورات البلاستيكية، فاختار بنك القرض الشعبي الجزائري لتمويل مشروعه من الصفر. فهل سيتم قبول ملفه خاصة وأنه لا يحمل أي موارد مالية؟ بغيت نحل الوزين تاع القرع. لا تاع القرع تاع البوستيل. لا دوكا حنا في ليزونفيرو عندنا من جيت شراء كاس طويلي كاين بزاف الوزينات وكذا، تسمى يحتاجوا قرع هكا فرغي، بغيت ننفيستي فيه. حنايا نقدروا نعاونوك اسكو عندك لي زيكيبمون ولا راك حايب؟ حنا ديجا نفينونسيو لك لي زيكيبمون. البنك طرح أمام رضوان عدة منتجات جديدة لبعث استثماره، بداية من منتج جديد يتيح له تمويلا لكراء مقر مصنعه، إلى قرض آخر لتمويل اقتناء المواد الأولية، والفصل في هذا النوع من القروض لن يتجاوز 72 ساعة. هذا وينك حتبدا؟ عندك صافي دير وين تحط الوزين، وين تحط الماشينات هادو تخدم بيهم؟ انا نكار هكذا. راني صايب واحد في لي زونفيرو غير في مخدم الوزينات، فيها الماء، فيه تريسيتي، فيه وين يداري وكذا منه. شنو هي اللي نلايب له في الدراهم باش نكريه؟ احنا نقدروا نفينونسيو لك الكريا، عندنا ان برودوي اللي يقولوا له ساهل المحل، يدخل فيه هاد لو تيب هدايا تاع الكريدي، نعاونوك تكري بالعام هكذا، نخلصوا لك حنا الكرا وانتايا كل شهر تخلصنا حنا. اما القرض الكامل الذي يخص المعدات والتجهيزات فقيمته كبيره، واجال معالجته لن تتجاوز 30 يوما كاقصى تقدير. انا نعطو بوكو بلوس، نعطو اكثر اهميه للناس اللي هم يجيبونا مشاريع تاع انتاجيه. استثمارات للمؤسسات المصغره حاليا نقدر نقول لك باللي اوني في اون موين، يعني معدل تاع 15 حتى 21 يوم. حاليا باه نستجيبوا لهذا المتطلبات تاع لو ديلي، يعني تاع وقت دراسه الملفات، رانا نطوروا في الارضيه الرقميه تاعنا ان شاء الله. بربي راهي في مرحله التجريب، نقدر نقول لك باللي عن قريب ان شاء الله تكون الارضيه رقميه ودراسه الملفات تكون مرقمنه بنسبه 100%. تسعى البنوك العمومية على غرار القرض الشعبي الجزائري وغيره إلى تسهيل آليات الاستثمار لاستحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة بطرح قروض ومنتجات جديدة صالحة لكل الحالات ومحفزة لبعث مشاريع في جل المجالات.